ثم اليوم الحمد لله تطيب ثبت الكل اخر معاه كان الحوثي من جهه جبهه الكدحه والالتحام مع مواقع اخواننا العمالقه يوم الاربعاء. هذه تباب تحت سيطره اخواننا في الولايات العمالقه. يوم الاربعاء اسود اللواء الخامس حرس رئاسي اخر معاقل الحوثي. هذه متارس الحوثي الكلاب شردوا منها بفضل الله. فوجنا من الصاروخ يا طبعا الان عاد باقي اين الصواريخ؟ الصواريخ يا شباب وين هم الصواريخ؟ هذول الصواريخ هذول الصواريخ الذي كان يضرب بهم المواطنين اصحاب تعز. هذول الصواريخ اللي كان يروح المواطنين بهم. الله اكبر لا منازلهم. الله اكبر عزهم يا شباب. بالروح بالدم نفديك يا يمن. بالروح بالدم نفديك يا يمن. بالروح بالدم نفديك يا يمن. عزهم يا عبد.